يا مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم الراي عشر إلا عشر، أكيد مستمرين معكم لمدة ساعة كاملة مع فقرات متنوعة وضيوف مميزين، ومساء الخير أحمد. مساء الخير بالتأكيد ونمسي بالخير على كل من يتابعنا مثل ما عودناكم دائماً وأبداً حلقاتنا تكون فيها مواضيع مختلفة تخص أكيد المجتمع بشكل عام، وقضايا مهمة بمختلف المجالات أيضاً، لذلك اليوم راح نتكلم عن قطاع مهم جداً في الدولة، يلعب أيضاً دور اجتماعي واقتصادي وسياسي، بالنسبة لنا اليوم راح نتكلم عن الجمعيات التعاونية. التي تعتبر بلا شك من اهم المعالم الاقتصاديه في البلد وذلك مع ضيوفنا لهذا اليوم كل من رئيس جمعيه الفروانيه الاستاذ فلاح محمد الهيفي وايضا رئيس مجلس اداره جمعيه الرابيه التعاونيه الاستاذ بدر راشد البغيلي. صحيح احمد وايضا بتكون لنا وقفه مع موضوع لقة الجسد وكيف تساهم صحيح. هذه الطريقه في زيادة التواصل مع الآخرين فالأجساد تستطيع أن تخبر ما لا يستطيع أن يقوله اللسان، مع مدربة تخصص لغة الجسد لجين طارق الحبيب، وأيضاً راح نتعرف في فقراتنا لهذا اليوم عن آلية عمل الهيئة التنفيذية في انتخابات اتحادات طلبة الكويت مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع مصعب احمد الملا وذلك في فقره الجامعه اللي يقدمها الزميل حمد العريفان صحيح ريم لان اليوم فعلا فقراتنا متنوعه راح نتكلم عنها لكن قبل لا نبتدي مع مشاهدينا هذه الفقرات لنا معاكم تقرير بالنسبه للكاتب السعودي اسامه المسلم فكان ضيف في دوله الكويت في محاضره ادبيه ثقافيه اقامها مشروع ثلث المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان بحضور شخصيات ادبيه وثقافيه نشوف هذا التقرير ونرجع من بعدها ملتقى كتاب قهوة هو أحد المشاريع المنبثقة من ثلث المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان وهو مشروع يختص بالتشجيع على القراءة وتسليط الضوء الكبير على الكتاب وكتبهم واليوم ضيفنا مميز لأول مرة من خارج دولة الكويت وهو الكاتب أسامة المسلم من المملكة العربية السعودية بتم اليوم مناقشة جميع رواياته وهو من الكتاب اللي أصدر أكثر عدد من الروايات خلال اربع سنوات فلأول مره راح يلتقي ضيوفه وقراءه في ملتقى خاص ويناقشهم في الكتب وهو عاده يلتقي في قراءه فقط في معارض الكتاب لتوقيع الكتب لكن هذه المره راح يكون في مناقشه ما بينه وما بين القراء عن جميع كتبه ورواياته ونتمنى ان نكون حققنا شيء جميل وساعدنا في تواصل القراء مع الكاتب. شرفت اليوم بلقاء القراء الأحباء في الكويت في برنامج خذ بيدي تحت إشراف ثلث عبد الله العثمان كان لقاء جدا جميل ومثري وكالعادة القراء في الكويت يعني دائما يفاجئوني برحابتهم وأسئلتهم الجميلة طبعا إصداري الأخير هو رواية الدوار الخمس ظهورها الثاني الآن في معرض الكويت الدول الكتاب بعد معرض الشارقة والحمد لله الاقبال الجماهيري هنا على الكتاب وكتب الاصدارات السابقه جدا مفاجئ لي وجميل كعادتهم في الكويت يعني قرائي في الكويت متميزين دائما بشغفهم لما اكتب وانا سعيد لهذا الشيء هذه الندوة حبيت أني أحضرها وأستمتع بالمقابلة مع الكاتب أسامة المسلم وناخذ يعني نتبادل الأفكار معه نشوف رأيه نشوف كلامه نشوف ثقافته نستفيد منه وكل الشكر طبعاً لمركز بروميناد الثقافي على الفرصة الحلوة هذه مشاهدينا وفي هذه الفقره راح نتكلم عن موضوع مهم وهو عن الجمعيات التعاونيه، الله يزيدهم ان شاء الله عندنا بالكويت عندنا ما يقارب 75 جمعيه تعاونيه منتشره في كل محافظات البلاد. علاوه على وعلى المئات من الاسواق الفرعيه حيث تقدم خدمات متنوعه ومختلفه للمواطنين والمقيمين. وتستحوذ حسب الإحصاءات المتوفرة على 70% تقريبا من تجارة التجزئة في الدولة بالتأكيد ريم وأيضا الجمعية التعاونية عبر تاريخها الطويل ممتد منذ منتصف القرن الماضي بالتأكيد العديد من الإنجازات المهمة قدمتها وأيضا تواجه العديد من التحديات التي تواجه عملها وبالتاكيد راح على ابرز الانجازات والتحديات بتواجد ضيوفنا رئيس جمعيه الفروانيه الاستاذ فلاح محمد الهيفي حياك الله الله يحييك يا مرحبا فيك حبيت امسي عليكم ومسي على اخواننا المشاهدين في شاشات الراي واشكركم على هذه الدعوه الكريمه وبركة الساعه التانية. نورنا وايضا رئيس مجلس اداره جمعيه الرابيه التعاونيه الاستاذ بدر راشد البغيلي حياك الله الله يحييك بالخير مثل ما تفضل اخوي فلاح ومسي اخوي فلاح اللي شرفني في ضيافته اليوم وشاركنا هاللقاء بمجهود من قناة الراي ومسي عليكم وعساكم على القوة الله حياكم الله واليوم احنا راح نتكلم عن القطاع التعاوني فلاح يعني يعتبر القطاع التعاوني من أهم القطاعات اللي موجودة عندنا في الدولة نبي نعرف شنو دورهم وشنو أهميتهم دور الجمعيات دورها كبير على المواطن هي توفر الأمن الغذائي للمواطن والوافد على مدار 24 ساعة تحاول في قدر المستطاع أن تضبط الأسعار <applause> يكون لها هدف لإرضاء المواطن في كل حاجاته اليومية <applause> نسعى كثر ما نقدر بالتأكيد يعني على ضبط الأسعار أهم شيء يكون ضبط الأسعار بالنسبة لحق الأسواق المجاورة لنا <applause> نسعى فيها ممتاز يعني اخوي بدر يمكن اخونا فلاح وضح جزئيه الجزئيه المهمه بالنسبه للجمعيات التعاونيه الا وهي المنتجات والخدمات والاسعار اللي ممكن من خلالها تهم بالتاكيد المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبه لكن اكيد في اعمال تصب في صالح يعني كل من سكان المناطق وصالح المجتمع من خلال النشاطات اللي تقدمونها بالضبط خلينا نتعرف على هذه النشاطات هو اول في قانون 79 للاشهار الجمعيات التعاونيه اتوقع او القانون معدل ركز دائما ركز على نشاط الجمعيه التعاونيه ان نشاط مو ربحي نشاط أه اجتماعي غير اجتماعي ربحي يهدف أه الى خدمة المواطن أو خدمة المساهم أو خدمة المنطقة وأقليم المنطقة كل جمعية تعاونية أنها تخدم بدل ما يكون الفكرة ما هي ربحية كانت إنشاء الجمعية التعاونية كان في المذكرة التفسيرية حتى في دستور الكويت عند إنشاء الجمعية التعاونية و جمعية فرانية من كانت من اوائل العشر جمعيات بالمناسبه اخوي فلاح رئيس الجمعيه موجود من اوائل العشر جمعيات كانوا متاسسين فكان هدفهم مو ربحي كان الهدف خدمي تسهيل خدمات على خدمي خدمي كان خدمي اكثر من ربحي يعني مثلا توفير النشاطات تسهيل توفير السلع اللي يعني قبل كانت عشر جمعيات فكانت ملمه العمليه فما في سلع يعني قبل كانوا وين الاسواق؟ أسواق بعيده عن المناطق فالجمعيات التعاونيه كانت تستقطب التجار او تجار الجمله او تجار الكويتيين اللي يشترون من الجمله ووردون حق الجمعيه هذا <سؤال> قبل قرار ال 16 2016, 2016. <سؤال> <سؤال> فهي هي فكرة خدمية اكثر من فكرة خدمية ما هي ربحية فيها, إيه في في فيها فيه اللجنة فيها اللجنة الاجتماعية موطلين. اللي هي قبل اللجنة <سؤال> الاجتماعية والثقافية <سؤال> كانت توفر بحرية بسقف عالي ما في <سؤال> أي قيود عليها الخدمات <سؤال> الاجتماعية مثل تفوق الطلبة تكريم تفوق الطلبة مثل رحلات العمرة مثل دعم المدارس ايا كان نوعها ومسانده وزاره الصحه وزاره التربيه مم. ودعم المستوصف صحيح. في ايا كان طلباتهم مم. دعم المختاريه مم. مم. حلو. وراح نفصل هذا الموضوع بالمحاور اللي موجوده راح نفصلها اكثر يعني ناخذ بعض كلمه اللجنه الثقافيه ايه؟ واختصاصاتها و... و... جميل ممتاز حلو يعني اكيد احنا مستمرين معاكم بس خلينا نشوف هذا التقرير مشاهدينا ونرجع لكم اذا اخوي فلاح يمكن اخونا بدر قبل شوي فند لنا جزئيه جدا مهمه الا وهي اداء الجمعيات ما هو بس ربحي او في السابق كان غير ربحي يقدم خدمات ووضحنا بعض الخدمات هذه. اليوم نبي نتكلم عن شلون او متى اقول بان هذه الجمعيه ناجحه. شنو المواصفات اللي نقدر نقول من خلالها هذه الجمعيه مأديه. شوف الجمعيه تفرع منها اجزاء كبيره. تخدم فيها المواطن بشكل اساسي. الان لو تجي انت تتكلم عن مهرجانات <applause> تقوم فيها الجمعيه انت لا مثل السلعه هذه بالسعر الفلاني <applause> مجلس اداره لما يسعى انه يخلي لك النقطه هذه في سعر ارخص هذا يكون اجتهاد منه <applause> انا خليت المواطن يكون ربحان فيها <applause> الجهات المعنيه يعني مثال حق حفل <applause> تكريم وتوغي انت الان لو عندك طفل تفوق. مم. إحنا الجمعية كرمة ونسوي له حفل كبير ونعطيه جائزة. هذه مم. من الخدمات الأساسية اللي إحنا نقوم فيها. اه خدمات متنوعة كثيرة. فنقدمها إحنا كثر ما نقدر كمجلس إدارة ونسعى فيها باللي يرضي المواطن. ممتاز. طيب. مم. حلو. يعني أستاذ بدر معروف إن الجمعيات التعاونية هي تدعم العمالة الوطنية. بس لما نروح الجمعية ما نلقى أي موظف كويتي موجود يشتغل في الجمعية. شنو السبب؟ انا اقول لك شنو اول شيء هذه فرصه انا اقول فيها ان انا كنت في جمعيه الرابع عشر سنوات موظف ما شاء الله يعني اليوم سكرتير رئيس مجلس اداره كان مسؤولي فمن طبيعه الحال وخلينا نكون صادقين مع انفسنا قبل لا أن نقول اي تصريح محسوب علينا العشر سنوات يمكن ما داومت فيهم الا يومين او ثلاثة ايام وقت ما تجي لجنه من الشؤون هذا تصريح صعب مم واتحمله مم وأنا رئيس مجلس اداره واعي ما اقول حلو وبالعكس ولو يبني اي احد اوظف ويفتحوا لي النسبه اوظف مم ليش؟ اوظف الكويتي ليش ما اوظفه؟ لان في تناقض واقع الحال الجمعيات خدميه للمنطقه مم ليش نطلع مثاليين؟ الاحلال والتكويت الوظائف الاشرافيه لا ليش ما يداوم؟ قبلنا ما داوموا الهجانه وقبلنا البلديه وسووها وصنعوها وقبلنا الهجانه وصنعوها وبعدنا اجيال في اماكن ما داوم فيها شنو السبب اللي ما فيها؟ السبب اول شيء عدم يعني عشر سنين عدم عدم ثقافه م. عدم تلقيح المتوظف م. بالجمعيه في ثقافه الهيكل التنظيمي آه الجمعيه اي مجلس اداره في جمعيه تلقى عليه مؤشرات سوء النية قبل مؤشرات التفاؤل في ما ابي اقول في كل المجتمع بقول لك في 30% في المجتمع يتهمون اعضاء مجلس اداره او رئيس مجلس اداره او امين صندوق حتى مدير عام ما منهم اللي ما هي من صلاحياته اللي هو مسؤول من مجلس اداره حتى الموظفين الاستلام والتسليم انا اتكلم من 31 3 2017 مم. رئيس مجلس اداره الى اليوم هذا يعني سنتين شفت فيها وسمعت فيها مم. وعرفت فيها حتى موظف التموين اتهمه يعني احنا انا تطرقت على الموظفين الغير كويتيين الكويتيين مو لاقين مكاتب انت موظف كويتي ما ما اقول له حط رئيس قسم على طول الحين في توجه على تكويت الوظائف الشرافيه وانا معه 100% ممتاز <applause> بس هم ارد واقول قانون 16 قرار عفوا الوزاري 16 على 2016 يعني قبل 20 يوم صارت ضجه في في التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيره انه من شروط هذه الترشيحات بالنسبه للبكالوريوس لازم يكون عفوا بالنسبه للوظائف الاشرافيه لازم شعر. يكون انه عنده بكريوس ايه. او دبلوم خبره عشر سنين ايه. بكريوس و سنين خبره او دبلوم و10 سنين خبره ايه. عشان يقدم على دعم العماله ويرشحونه على الجمعيه ايه. شنو تتوقع الوظيفه اللي معطينها الشروط هذه طبعا كويتي ايه. ايه. وما يشتغل برا يعني مو بوزاره ايه. مو موظف متفرغ كويت الجنسيه متفرغ وشروط التوظيف ومنها هالشرط هذا التعجيزي اللي حط القرار 16 على 2016 شنو تتوقع يشوف المتقدم يشوف الشروط هذه حق رئيس قسم اقل شيء رئيس قسم مدير نائب مدير عام مدير تجاري مستشار مدقق داخلي تدري هذا الشرط حاطين على من على مسؤول فرع غاز اذا انت تشوف الشروط ما هي مطابقه لي ال مفترض انها تستثمر تكويت فيه او ما تبي الشروط ما تبي توظف الكويتيين كويتي معاه بكريوس تعبان فيها وين تلقى عنده خبره عشر سنين بطء يعني بطء فرع الغاز سلندر غاز تستلبه من ناقلات امر بسيط جدا تسوي له ما يحتاج ما يحتاج كل هذه الشروط المطلوبه اي جا بس جرد ويرفع الفواتير للمجلس اداره، <applause> ليش تحط له عشر خمس سنين وعشر سنين خبره وتعجيزي، مم. انت اذا بتكوت كوت بالمعقول حلو يعني شروط تعجيزيه لا 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 مو شروط بالقرار سوى شروط تعجيزيه بس في لجنه تكويت اشتغلت مع <applause> الوكيل السابق اللي الوكيل ابو عمر عبد العزيز شعيب لجنه تكويت الوظائف الاشرافيه مكونه من رئيس قسم الوظا... التوظيف والعقود الاستاذ خليفه خلف الشمري ومن نائب رئيس نقابه العاملين في القطاع الخاص جمال اتوقع جمال الفضلي استاذ جمال الفضلي فوظفوا 500 موظف في فتره وجيزه <applause> ممتاز احنا احنا نتمنى اخوي بدر انه فعلا مثل ما ذكرت في تسهيل يكون في تسهيل, في تسهيل. بأن احنا نلقى اكيد يعني بس القرار ممتازه مم. بحكم القرار او بالشروط المطلوبه بتاعتها. بالنسبه استاذ فلاح بالنسبه للسلاله للمساهمين اللي تقدمها الجمعيه طبعا صار تنافس ما بين الجمعيات على هذه السله المساهم بس هناك يعني نقد من اداره الجمعيات على هذه السله السله تقريبا قيمتها 100 دينار بس يقدمونها للمساهم بدينار واحد حلو آه طبعا لازم الواحد يكون على بينه بالنسبه للسهر رمضانية السياره الرمضانيه هي تتكون من شنو؟ انا يكون عندي مبلغ وقدره عندي عدد مساهم. طبعا تختلف جمعيتي عن جمعيتك عن صحيح. جمعيتك، انت لا لامت... عندك ألفين مساهم بس عندك مبلغ خلينا نقول مثلا 10000 توزع على الألفين انا مثلا جمعيتي عندها بند في خمسين ألف اوزع على 500 مساهم فلا بد ان يكون شنو؟ في اختلاف في قيمه السله الرمضانيه لكن لا يمكن ان نقطعها أه نحاول كثر ما نقدر ان نسوي افضل سله لكن النقطه اللي الواحد لازم يركز عليها ان المبلغ انا قاعد امشي على مبلغ مبلغ مادي عندي ادري انه كل جمعيه ثانيه تزعل لان انا سلتي احسن منه مم. وممكن انا ازعل اذا انا سلتهم احسن مني لكن هذه تبقى على شنو على المبلغ وعدد المساهمين اللي عندي ممتاز طيب اخوي فلاح نتكلم عن يمكن في البدايه تكلمنا ان الجمعيه اكثر من مجرد جمعيه لها دور مهم بامور اخرى ممكن تهم المساهم او نعم. اهالي المنطقه. اداره جمعيه الفروانيه اكيد قدمت امور حلت بعض الامور ممكن تخص الشوارع تخص بعض الامور اللي كان مستاء منها اهالي المنطقه، كلمنا عن هذه الجزئيه. نعم طبعا هنا كمجلس اداره فتحنا باب مجلس لاي شكوى تخص المنطقه. انا شخصيا يعني خذيت كلام المنطقه على اساس الشوارع عندنا في احدى القطع من بعد الامطار صار الشارع كله مكسر. فطلعت وقابلت الوكيل المساعد في هذاك الوقت الشيخ عبد العزيز الصباح وقدم له الشكر الان من قناتكم. وفهمته ما يدار عندي في المنطقه. وارسل لنا فرق للمنطقه وعالجوا تقريبا نص الشوارع. ومقبلين على الاكثر باذن الله تعالى الله. الله حلو لما يعني نتكلم عن الانجازات يعني كل واحد عنده جمعيه جمعيه الفروانيه وجمعيه ما. الرابيه لما نتكلم عن الانجازات او نسوي مقارنه آه جمعيه الرابيه شو الانجازات اللي قدمتها استاذ؟ انجازاتها الليل الحين واقفه على أرجلها جمعيه الرابيه في استجواب الوزيره السابقه الله يذكرها بالخير محمد هند الصبيح آه طلع النائب آه آه في البوديوم بعد ما قرّوا خسارة الدسمة آه طلع وقال آه ذكر بالجدول جمعية الرابية بالتجهين في جدول من مصادر الخاصة يقول عندي مصادر خاصة أن في الجدول جمعية الرابية ثالث جمعية راح تتخصص بالتجهين يعني على خصخصة الجمعيات كانت جمعية الرابية الخاصة صح كلامه صح كان عفواً كان كلامه أنا أيد اللي حط الجدول لأنها كانت منهارة بعد فصلها عن عن جمعية العمرية أنا جمعية الرابية في منطقة الرابية وهذا الطبيعي طبيعي أنها تكون في منطقة اللي دارة وين بيت فشبيلي دور وثلاث مكا وثلاث دور فوق واحدة فيهم ماستر اللي هي فيها مكتبي وش اسمه وطاوله الاجتماعات. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رد السؤال ان الانجازات اللي قدمتها الى الان هي واقفه على رجلها انها واقفه على رجول يعني أوكي. انا بس شنو التطور اللي صار؟ في تطور اوكي انحلت مرتين حطوا معينين اثنين ما في اي ابداع او تجانس او توفيق من الله للمجالس السابقه والمعينين السابقين انا استلم احنا في مجلس اداره استلمنا الاداره من مجلس من مدير معين قعدنا مع بعض تسعه والله الحمد دخلنا في التزكيه ما حد نزل وشكلنا يعني قاعدة كذي ها فلان ها خلاص توكلنا على الله الهدف واحد ان نوزع ارباح ونعيد ثقه المساهم لنا لانها <applause> يعني كانت من عدمه من 2000 ومن من الفصل من 2014 احنا في 2017 استلمنا ثلاث سنوات <applause> فتوكلنا على الله حطينا ثلاث خطه ثلاث خطوات الخطوه الاولى ان نوزع ارباح اهم شيء نوفر البنود نكثر ايرادات الدعوم من المحلات المستثمره والله الحمد وعدنا وفينا ووزعنا ممتاز <applause> <ولازمنا> نوزع <applause> واستمرينا في توزيع المحلات اللي كانت مهمله والعقود اللي ما كانوا ياخذون عليها دعوم كل سنه والله الحمد خذينا فيها فجمعيه الرابيه من يعني عفوا على الكلمه هذه من اسوء جمعيات بل هي أسوأ جمعيه كوضع مالي ومنشاه شو الترجه من جمعيه ادارتها في منطقه وبينك وبينها منطقه منطقه الرحاب. <applause> يعني وضعها الحمد لله ولا ما اقول هذا تذمر ولا اشتكي حق وزاره شؤون ولا اشتكي ولا هي شكوى هذه ولكن هذا علم ولازم يفهم المساهم في جمعيه الرابيه ان مجلس الاداره تسع اشخاص الحمد لله ولا فينا واحد مختلف عن الثاني ومتقدمين للافضل. متقدمين لكل ما هو مطلوب منا مم. للمساهمة ممتاز مم. أه، كلام جميل بالنسبه لكم يعني في في طموح تجاه بان اليوم الجمعيات ترتقي الى مستوى افضل من اللي هي عليه وهذا بحد ذاته شيء تشكرون عليه أه، واكيد التفاصيل والتحديات اللي تواجهونها جزء من بناء خطه مستقبليه لكل جمعيه بالنسبه لكم اخي فرح كلمنا عن الخطه المستقبليه الخطة المستقبلية نطمح بإذن الله أن نكون أفضل جمعية ونقدم خدمات اللي نقدر عليها ونكون نكون عند حسن ظن المساهمين اللي زكونا ووكلونا هذه الأمانة وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظنهم بإذن الله إن شاء الله بالنسبة لك بدر إحنا في خطتنا المستقبلية وضعنا المالي والله الحمد زين الحمد لله وهذه قلتها العام مع الدكتور راشد الهلفي آه قلت احنا ثلاث خطوات اه اي منشاه ربحيه او خدميه ومبنيه على راس مال احنا استلمناها مديونيه وثمانين الف اه سنه ماليه واحده وزعنا ارباح من قطعة عن المنطقه 12 سنه 5 5.4 اه <applause> وخطتنا والحمد لله كانت خطتنا توزيع الارباح تعدينا هو تبني مالي وترمم اداري عقب ميداني <applause> احنا في طور الميداني ان ننقل المبنى الاداره للمبنى للارض المخصصه في من قبل بلديه الكويت لفرع التموين ومجتهدين ان نسوي فرع التموين فوق مبنى الاداره لتوفير اداره انا قاعد دافع دافع فيها منذ الفصل 80 الف دينار ايجارات <applause> هذه اموال المساهمين صحيح صحيح يعني قواكم الله ويعطيكم الف سلمة. عافيه كل الشكر لك استاذ بدر واستاذ فلاح على وجودكم معنا وان شاء الله نستضيفكم في انجازات اخرى للجميع بالتاكيد <applause> ومشاهدينا بالنسبه لي انا وضيوفي نودعكم لكن زميلتي ريم مستمره بالتاكيد مع ضيفه مميزه جدا لكن بعد هذا الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا مع موضوع جدا شيق ويهم شريحه كبيره من الناس وهو لغه الجسد وهو علم قديم ظهر قبل ظهور اللغه الكلاميه وكانت طريقه التواصل بين المخلوقات هي لغه تحليليه شخصيه للمشاعر والتي تعد الاكثر دقه وصحه ومتداوله دائما وهناك انواع اخرى كثيره وتعد لغه الجسد من اهم العلوم اللي سهلت عمليه التواصل. بمعنى أن الشخص يفهم من أمامه بسهولة. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون ضيفتنا بالاستديو مدربة تخصص لغة الجسد، لجين طارق الحبيب. يا مساء الخير يا يا مرحبا فيك لجين. أهلاً فيكم كلكم. في لا. البداية يعني احنا مستمتعين وفعلا فقرة وايد حلوة ومهمة، والناس تو الحين صار عندها خلفية في لغة الجسد مع أن هي قديمة وتكون بالشخص نفسه ومع الممارسة يفهمها، نبي نعرف وتعرفين المشاهدين شنو هي لغة الجسد. تمام، آه لغة الجسد موجودة من زمان مثل ما تمام. قلتي، آه لغة الجسد أنواع عند البعض على باله أنه لغة الجسد فقط فهم الشخص اللي امامي، لكنها هي مو فقط ها هذا الامر. حلو. مثلا عندنا لغه جسد الفهم مشاعر، هذه اللي تحدثت عنها تو وقلت انها فهم مشاعر الشخص اللي امامي. مم. عندنا لغه جسد الايحائيه انه كيف اعطي ايحاء معين للشخص الامامي، طيب هذه كيف او استخداماتها؟ نقدر نقول انه مثلا السياسيين مم. يستخدمونها عشان يعطون شعور للاشخاص انهم مسيطرين للشعب وغيرهم. مم. آه نقدر نقول انه مثلا شخص عنده مقابله وظيفيه ومتوتر يبين انه اقل توتر يستخدم لغه جسد ايحائيه، طبعا هذه كلها بالتدريب. ايضا عندنا مثلا لغه جسد الطبيه اللي هي مثلا يقدر يقول لك انك اذا حطيت رجع على رجل ان الدم وطريقته كيف ممكن انه ما يكون ماشي بطريقه كويسه فتصير مشكله في المفاصل. ايضا في آه انواع عديده يعني احنا انواع عديده عندنا الثقافيه هذه جدا مهمه لاصحاب السفر <applause> يعني مثلا ممكن هذه ايش تعني لك هذه الحركه اذا شفتيها في العاده وش يجيب بالك اي ما ادري هنا في الكويت ممكن <applause> والله لوريك شغلك ها <applause> اي هذه الحركه صح؟, صح اوكي ايه طيب تدرين ان هذه معانيها عده مثلا في امريكا معناها اوكي طب <applause> بالبرازيل اهانه <applause> شديده ممكن يسجنونك عليها آه، اوكي يعني تختلف لغه الجسد عن اختلاف مثلا خلينا نقول الاجناس والمكان بالضبط في اختلافات في اختلافات لكن في اشياء مشتركه مشتركه تكون فطريه في الانسان نفسه جميل هذا السؤال اللي نسأله هل لغه الجسد تكون مكتسبه او فطريه, أو فطرية في الانسان حلو آه، الان الشخص الكفيف اذا جاي يبكي او يضحك او يغضب المشاعر اللي نشوفها على وجهه وحده لا تتغير صحيح من عنه إنه هو شافها. هو مع انه ما شاف وهو مع انه ما شاف فهذا معناه انه في حركات فطريه لكن في ايضا حركات هو مو متعلمها زي مثلا يجيب شخص كفيف وخليه يلقي شعر ما راح يعرف يحرك يدينه نفس الشعراء اللي قد شافوا هذا الامر صحيح فصار في منها مكتسب وفي منها فطري م -م. حلو جميل يقولون ان لغه الجسد هي ادق من لغه الكلام لان الانسان يقدر انه يخفي اللي يقدر يقوله او يكبت مشاعره بس لغه الجسد تفضح ما لا يستطيع ان يقوله اللسان بنسبه 70% هل هذه المقوله صحيحه شوفي اهميه لغه الجسد في اي حوار كان 55% وهذا يدهش الناس يقولون كيف تقولين 55% اهميه نسبه كبيره اي اجل الكلام كم الكلام 7% فقط معقول والحين بعطيك مثال عملي ونبره الصوت 38 طيب نعطي مثال أبيك تتخيلين هذا الموقف وهذا م. الموقف صدق حصل في التاريخ حل. تخيلي مثلا انك انت مجبوره تنتخبين واحد من اثنين الشخص الاول كان كلامه جدا جميل ايه؟ وجدا رائع لكن كان كل شوي معاه منديل ويمسح عرقه ومتوتر واقف مايل الشخص الثاني كلامه جدا عادي لكن وقفته فيها ثقه بالنفس يدين وحركاته تعتقدين انك راح تصوتين لمن للي واثق من نفسه اكثر مع انه كلامه ما كان بذيك الاهميه مثل الاول. مه. طيب هذه ايش؟ هذه حادثه حصلت في انتخابات في عام 1960 بين جون كندي وريتشارد. مه. ريتشارد هو اللي كان صاحب الكلام المنمق. طيب كيف عرفوا انه سبب اختيار جون كندي بسبب ثقته بالنفس؟ مه. في ناس سمعوا اللقاء في الراديو، اللي سمع اللقاء في الراديو اختار ريتشارد. لانه كلامه كان فيه ثقه. مه. واللي شاف بالتلفزيون اختار كندي. مه. لانه ما اهتم الا بلغة الجسد الظاهرة أمامه. <applause> يعني لما نرتبها نقول بالمرتبة الأولى لغة الجسد. بعدين الكلام ولا نبرة الصوت. نبرة الصوت, نبرة الصوت بعدين آخر شيء الكلام. أبعطيك مثال آخر. <applause> لغة الجسد تحكم من أول خمس دقائق الأولى <applause> كيف؟ يعني ممكن اول خمس دقائق اشوفك فيها اشوفك منفتحه وتضحكين خلاص هذه انسانه كويسه لو شفتك عابسه بعدها اقول يمكن ضاق صدرها لما شفتك اول مره داخل غرفه ما شاء الله بشوشه والله <applause> شلون كانت لغه الجسد فهذا الشيء يهمني وصار لي فتره اني انا قاعده ابحث واقرا عنه لا جدا بشوشه وجدا جميله لغه جسدك الحمد لله وفيها ثقه حلو اما العكس تخيلي انت شفتي واحده اول مره تقابلينها في البدايه كانت عابسه اي بعدين بدأت تضحك بالعاده راح تكونين مخذريبه منها شوية شك مستغربتها. صح. اعطيكي مثال تخيلي مجتمع متعود على عادات وتقاليد معينة أيه. ولبس معين، فجأة دخلت بنت عليهم عكس هذا كله. مم بالطبيعي ايش فيه؟ بيتوترون منها صح بيعطونها نظرة معينة. مم طيب هذا موقف حصل قبل فترة رح لكن ما راح اذكر الاسامي وعلى السوشيال ميديا. مم البنت لما دخلت دخلت تضحك هي ما تدري انهم بيستغربونها. هلا يا خالة شو أخبارك؟ مدري ايش وتضحك هم شافوها كذا على طول فكوا معاها لكن طبيعتهم الاساسيه لما يلقون شخص مخالف دائما ياخذون موقف ويكشرون ويعصبون <applause> لا تسوي يضحكون معاها مرة فاكين <applause> على الاخر وايضا ممكن اعطيك موقف آه في وحده قدمت على الجامعه لكن متى؟ هي كانت من العباقره ثم صار لها حادث وصار في نقص في ذكائها لكن صار في المعدل المتوسط اللي هو المعدل الطبيعي <applause> لكن هي حست ان هويتها راحت كانت تحس انها ذكيه فهي مميزه حست ما في شيء يميزها لكن انسانه طبيعيه فلما دخلت الجامعه صارت متوتره ولا تشارك ولا تسوي البحوث ولا اي شيء جتها استاذه ايش قالت لها قلت لها ايش فيك قالت ما احسه مكاني قالت حسي انه مكانك مثلي انه مكانك لين يصير هو مكانك بمعنى فيك تو تقول سويت اللي قالته، صرت أستاذة في الجامعة، وبعد ما صرت أستاذة في الجامعة لقيت بنت نفس إحساسي وصامتة، فجيت قلت لها إيش فيك؟ رجعت قالت لي إنه ما أحس إنه مكاني، تقول على طول تذكرت إنه أنا مثلت لين صرت خلاص ما عاد أمثل، صار هذا الشيء طبيعي فيني. طبيعي، كل ما دخلت لغة جسدها ارتبطت بهذا الشيء. بالضبط، تدرين هذه يعالج أمراض نفسية؟ ممكن أصدمك. حلو. يعني مثلا اللي عنده مثلا آه شخصيه جنوبيه او اللي عنده رهاب اجتماعي آه عنده نقص ثقه هذول لو تدربوا على لغه جسد واثقه بعد فتره مش راح يحدث راح تنكسر يقل المرض معدله بشكل كبير من غير ما يدرون شوفي سبحان الله حلو صحيح جميل جدا يعني لو بنتكلم على لغه الجسد فقلنا يعني نسبتها جدا عاليه نسبتها 55 خمسة 55 خمسة جدا عاليه يعني اكثر من الكلام فهل هي يعني صحيحة مئة في المئة أو فيها احتمال الخطأ حلو لغة الجسد لها قواعد زي أي لغة كانت لما تمشين على القواعد بالحرف راح يكون تقريبياً نقدر نقول نسبة كبيرة فيها صحة لكن ما عملت دراسة إلى الآن بنسبة صحتها إيه؟ أعطيكي مثال على في مشكلة كبيرة بين مدربين لغة الجسد خاصة العرب أوه. وأنا ما أحب هذا الشيء غلط يحللون لغه الجسد دائما، لانه احنا عندنا قواعد منها مثلا ما افسر اقل من ثلاث حركات، يعني مثلا شكيت انا في اللي قدامي انه كذاب، لازم القى ثلاث حركات في جسمه تدل على انه كذاب، ولا ما اقول انه كذاب حقيقه. حلو المدربين وش يسوون؟ صاروا يكتفون بحركه حركتين، فصاروا يخلون العلم ظني وما في ثقه. صحيح. هذا غلط، وفي قواعد أخرى بعد. حلو، لغة جسد الجرائم تو تكلمنا عليها خلف الكواليس، هل هذه مهمة في التحقيقات وكشف الجريمة؟ تمام، في دورة أنا قمتها في الكويت أعتقد قبل ثلاثة أو أربع سنوات كانت عن الدلائل الإجرامية في لغة الجسم عملتها للمحامين. إيه؟ اللي هي كيف أقدر أكتشف المجرم بطريقة سريعة وبسيطة. مثلاً ممكن أجلسه على كرسي ما في ذراعين. ليه؟, ليه؟ لانه الاذرع هذه كانها درع، شفتي الدروع اللي في الحرب تحمي الشخص فهو يحسها حاميته، لما تنشال يحس انه مكشوف فصعب انه يكذب، أي. صعب انه يخبي. ينكشف يعني تكون الحركات لا اراديه في جسمه بالضبط فتفضحه بالضبط وفي حركات اخرى م -م. في في امور اخرى مثلا انه المحقق يوقف ما يكون جالس اوكي أي الطاوله تكون مكشوفه زي الان يعني ما في ما تكون خشب كامله او مغطيه كامله من تحت عشان انه ما يخبي رجوله حلو يكون كامل انه يشوف لغه الجسد كامله هو مو بس عشان يشوف لغه الجسد كامله هو الامر الاخر انه الشخص اللي قدامك ما يحس انه محمي كانه في درع ياخذ راحته ياخذ راحته اكثر حلو جميل اذا لو بنتكلم عن انواع لغه الجسد مثلا لغه جسد العيون او لغه جسد المصافحه تمام شلون مثلا ان انا أعرف من لغة جسد المصافحة أن هذا الشخص مثلا زين معاي أو يبي يعني مثلا يفتح معاي في العلاقة أو يسولف أو عادي مثلا أسئلة أسئلة إذا كنا في مثلا محاضرة اجتماع بداية السلام شلون أكتشف الأشخاص من السلام؟ السلام أه طويل وعريض لكن إذا حنا نبغى نكتشف شخصية الشخص أفضل نقدر نقول أه الشخص المسيطر أو المهيمن يسلم بهذه الطريقة يرفع يده فوق إيه رافعه الايد فوق الله. هذا اول مسيطر هو المسيطر, هو المسيطر. بالعاده المسيطر يحب لما يصافح يمسك بيده الثانيه كتفك مثلا مم. وهذه راح تلقينها بكثير من صور السياسيين السياسيين ليش يسوون هالحركه هم يسوونها مقصوده وليس عفويه مم. ليظهر الشخص اللي امامه انه كانه اضعف منه هم مدربين على لغه جسد ايحائيه لغه الجسد الايحائيه عالم كبير يعني ممكن الشخص يقول كيف تفيدني انا في عملي إيه؟ تفيدك في عملك مثلا اذا انت هادئ مدير هادئ م. تقدر تحط مكتبك أمام الباب مباشرة بحيث لما يدخل أما الموظف أو أي أحد آخر يحس أنه فيك هيبة مثلاً أي. لأنه أنت هادي أما إذا أنت حدي لا لا تحطه قدام الباب على طول كرسيك م. تقدر ترفع وتخليه شوي مرتفع فوق أكثر. يعني أعطيك مثال شركات الإعلانات م. يقدرون يسوون حركة اللي هي مثلاً إيش؟ يرفع الكرسي الطاولة تكون قزازة اللي قدامه الكراسي الاخرى اللي بيجون عليها الزباين ويطلبون دعايات تكون نازله م. ليه ليش لما يجلس الزبون على كرسي نازل راح يحس بان هذه الشركه افضل منه وهذا م. العرض افضل منه فممكن يقدم مبالغ ماليه عاليه وهو ما سمع جميع الاقتراحات الموجوده عندهم بس في لغه جسد بسيطه يعني مثلا طلعت كل هذه الاشياء شفتي حلو كرسي لغه جسد الجسد ممكن ان هي تقرا الافكار حلو السؤال يعني خلينا نقول مثلا اوكي جاوبني على هالسؤال هم في سؤال ثاني اذا مرتبط ببعض تقدري تقولي ما ادري اخاف مو مرتبط ببعض مثلا تقرا الافكار من طريقه العيون او شلون تقرا لغه الجسد الافكار شوفي هذه الاشكاليه اللي الناس ما هي فاهمتها يفهمون لغه الجسد قراءه افكار او فهم شخصيات بشكل عميق هي قراءه مشاعر <applause> بمعنى أنا مثلا ممكن أرى الشخص اللي قدامي أجي أقول إنه الآن هو شخص حزين هي تقرأ المشاعر، الآن هو يكذب، الآن هو أنا ما قرأت فكرته، لكن ممكن أتوصل لأفكاره كيف؟ لأني أنا قاعدة أسمعه. قال فكرة ولغة جسده قاعد يكذب، أجل هو يكذب بهذه الفكرة، فأسأل سؤال بعدها عشان اكتشف سبه الكذبه هذه آه، وضحت الفكره اي أيوة ايه فهي هذه اكثر شيء تفيد المحققين, المحققين. يعني آه في كاتب اسمه جونو فارو هو عميل ال بي اي يقول يقرا لغه الجسد يقول دخلت السوبر ماركت مم. كل شفت شخص آه ما سوى شيء فقط واقف يعني كانه يبي يحاسب بس ما معه شيء اخذ نفس عميق يقول اول ما شفته اخذ النفس وعيونه على الفلوس عرفت انه هو راح يسرق يقول صرخت بعلى صوتي قلت حرامي م -م. يقول هرب من السوبر ماركت وهو ما اخذ ولا شيء شفتي جميل. كيف حلو جدا يعني ايه هي لغه جسد مهمه يعني نحتاج ان احنا نستخدمها في حياتنا لغه الجسد ممكن ان انا اتعلمها عن عن طريقه الكتب والقراءه ولا عن دورات ومعاهد لازم اكون اكون خبره في هذا الموضوع هو نقدر نسأل السؤال بطريقة أخرى <applause> مثلا اللغة الإنجليزية لغة الجسد تشبه ترى أي لغة أخرى في تعلمها اللغة الإنجليزية ممكن شخص يقدر يتعلمها لحاله في البيت وبعض الأشخاص ما يقدرون فهي نفس الفكرة هي إشكاليتها أنه ما في دورات كثيرة أو مقاطع كثيرة يعني اللي بيتعلم لغة إنجليزية بالعادة كمان بيفتح له أفلام يتفرج عليها ما في ذاك الوسع فيها فجدا صعب ان الشخص يكافح ويتعلمها، طيب كيف يا مثلا انت تعلمتيها؟ هل في معاهد؟ لا ما في معاهد. طيب كيف؟ الكتب طبعا اكثر شيء ثم ممارسه يوميه يوميا افسر الاشخاص اللي امامي. أيه. هذه مشكله اذا انت يعني صار عندك خبره في لغه الجسد وقمتي تفسرين الاشخاص اللي امامك راح تكتشفين اشياء ممكن انت تنصدمين فيها انت مو مكتشفتها من قبل. حلو. لكن على حسب شخصيتك يعني إذا شخصيتك حساسة أفضل ما تتعلمينها هي حتى على نطاق الأسرة ترى تفيد يعني مثلا في طفل صغير جدا مزعج جدا مزعج ويصارخون عليه يحاوشونه ما في أي فائدة في حركة بسيطة ممكن تخليه يرتعش اللي هو شو ناظري بس وسع عيونك بقوه صحيح هذه احنا نستخدمها على طول على طول ممكن <applause> ما حتى مثلا تدرين انه مكان الجلوس له علاقه ايضا بالتاثير النفسي والفكري في لغه الجسد، مثلا اعطيك مثال تطلبين من ابوك طلب او من زوجك او من اخوك اي احد طلب لا تجلسين قدامه مثل ما احنا جالسين، جلسي جنبه على جنب ليه؟ يفرق هذا الجلسه هذه بالعاده ترى للامام تخلي في موقف حدي شايفه كيف؟ حلو جميل جدا، يعني لغة الجسد لغة مهمة لازم نحن نتعلمها، كل الشكر لك لجين طارق الحبيب على وجودك معنا وان شاء الله نستضيفك مرة ثانية بس بشكل مفصل وراح نحط لك فيديوهات حاضر <applause> عشان تحللينا لغة الجهز الجسد. مشاهدينا يعني وصلنا لختام هذه الفقرة وأكيد يعني البرنامج ما راح يخلص مع فقرة الجامعية للزميل حمد العريفان ولكن بعد الفاصل. مساكم الله بالخير مشاهدين برنامج الراي عشر لا عشر حيكم وجدد لقائي معاكم في فقرة الجامعة دائما قبل كل انتخابات اتحاد طلبة سواء كانت طلبة الكويت من داخلها أو خارجها يكون هناك تشكيك على أداء الهيئة التنفيذية و تنحاز لقائمة عن قائمة أخرى ففقرتنا الحوارية اليوم تتحدث عن الهيئة التنفيذية ما هي الهيئة التنفيذية شنو آلية عملها مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع مصعب أحمد ملة مساك الله بالخير وحياك الله ويانا حياك الله أخوي حمد وبالبداية امسي عليك وعلى الساده المشاهدين وحاب من هالمكان اشكر قناه الراي اليوم وبرنامج عشر لعشر بالاخص على هذه الاستضافه وتسليطهم الضوء اليوم على الانتخابات الطلابيه والحركه الطلابيه بشكل عام. حياك الله. الله في البدايه نبي نوضح للمشاهدين شنو هي إيه الهيئه التنفيذيه. الهيئة التنفيذية بشكل مبسط هي حركة طلابية تقوم على الشورى تمثل جميع الطلبة الكويتيين الدارسين داخل الكويت أو خارج دولة الكويت اهدافها كثيره للأمانة ابرزها اليوم المحافظه على دستور دوله الكويت المحافظه على الوحده الوطنيه التنسيق بين الاتحادات المختلفه وتوثيق العلاقات بين الاتحادات والجهات الرسميه داخل دوله الكويت وخارج دوله الكويت وهناك الكثير من الـ الاهداف اللي يهدف لها اليوم الاتحاد الوطني اللي احنا يعني نحاول كثر ما نقدر ان نحافظ عليها وعلى هذا المكان اللي احنا فيه اللي هو يعني تاسس من عام 1964. ممتاز، طيب طريقه الاختيار في هيئه التنفيذ الهيئه التنفيذيه يعني اليوم الـ يعني نفس ما تعرف حمد والساده المشاهدين في انتخابات تتم بالاتحادات اللي هي انتخابات وفد المؤتمر تتم بجميع الاتحادات مختلف الاتحادات احنا اليوم طبعا نتكلم عن سبع افرع تحت مظله الهيئه التنفيذيه يتم من خلال هذه الانتخابات اجتماع كل سنتين يتم اجتماع مرة من خلال هذا الاجتماع يتم اختيار هيئة تنفيذية ومجلس إداري يمثل الهيئة التنفيذية لمدة سنتين ويقوم بأعمال المعتاد يعني. طيب يكون الاختيار هذا يكون من جميع القوائم ولا قائمة معينة؟ طبعا يعني مختلف القوائم اللي نجحت في مختلف الاتحادات. يتم اختيار مثل ما قلت لك هيئه تنفيذيه ومجلس داري ويكون يعني تكون الهيئه التنفيذيه اليوم ما هي محصوره على قائمه مثلا معينه او فكره معينه لا بالعكس الكل اليوم يشارك في الهيئه التنفيذيه ويقدر من خلال الهيئه التنفيذيه اليوم يعني حتى دستور الاتحاد اللي هو من 1464 لليوم تم تطويره كذا مره في بمختلف المؤتمرات اليوم وهذا التطوير يعني ما ما كان عن طريق مثلا فكر معين لا بالعكس يعني مجموعه افكار اليوم اي شيء يصب في المصلحه الطلابيه يتم تعديل الدستور على هذا الاساس يعني وتعديل الدستور واحنا على قولتهم نتمنى منه ان نرقى في هذه الحركه الطلابيه ونحافظ عليها من خلال المؤتمر اللي يصير كل سنتين مره. اكيد طيب طريقه اجراء الانتخابات شلون يعني اليوم الـ الـ الانتخابات آه يعني خليني اتكلم عن شق آه يخص الهيئه التنفيذيه وفي شق يخص الهيئه الاداريه للاتحاد نفسه طيب. يعني اليوم تتم آه آه عمليه الانتخابات اليوم الهيئه الاداريه تخاطبنا احنا في الهيئه التنفيذيه تقول والله انا آه راح اختار هذا اليوم هو مناسب لطلبتنا ان والله تقام في الانتخابات احنا في الهيئه التنفيذيه ننسق مع الهيئه الاداريه ونعتمد هذا اليوم من ثم يتم الاعلان من الهيئه التنفيذيه والهيئه الاداريه عن هذا اليوم احنا عندنا يعني في لها شروط معينه تكون يعني يكون الاعلان عن الانتخابات ما ما يقل عن 14 يوم قبل الانتخابات وتتم مثلا فتره تسجيل الترشيح ما تقل عن خمسة ايام فتره تسجيل العضويات ما تقل عن خمسة ايام عشان نضمن إنه يعني مشاركه اكبر لجميع القوائم لجميع الطلبه وهذه طبعا في دستور الاتحاد مذكوره اليوم يعني مثلا الترشيح هذا جزء عند التنفيذيه بالتنسيق مع الهيئه الاداريه طبيعي. للفرع اما اليوم تسجيل العضويات هو حق اصيل للهيئه الاداريه بالفرع نفسه لا كان قلت لك في لها شروط معينه احنا نتابع هذه الشروط ان تكون سليمه واجراءاتها سليمه وحصل من قبل في افرع مثلا بطلت اقل من هذه الفتره احنا لا نقوم ونتواصل مع الفرع ونعدل هذه الفتره لنوصلها خمسة ايام مثلا او او اكثر وفي افرع للامانه يعني تفتح قبل الانتخابات في اكثر من عشر يوم وتبطل التسجيل اكثر من خمسة ايام يعني توصل لي مثلا اسبوعين او في بعض الافرع تبطل شهر هي بالنهايه اللي يعني اللي يهمنا احنا بالنهايه هي مصلحه الطلبه وان المشاركه الطلابيه تزيد على علشان يعني يختارون من يمثلهم في مختلف الافرع للامانه. طيب كثير يكون في حديث ان هناك تزوير من قبل ان الهيئه التنفيذيه، فشو ردك على هالموضوع؟ احنا شوف للامانه يعني طول الفتره اللي احنا مسكنا فيها ما سمعنا حتى من قبل اليوم اي اعتراض من اي قائمه سواء داخل الكويت او الافرع الخارجيه في محاضر الفرز او الاقتراع تسجيل اي تحفظ على عمليه تزوير او شبه التزوير في الانتخابات احنا اليوم في دستور الاتحاد كذلك ضمان لشفافيه ونزاهه الانتخابات مثلا اي جمعيه نفع عام داخل الكويت تخاطب الهيئه الاداريه للفرع يتم الموافقه دايركت من غير يعني من غير نقاش تقدر تحضر الانتخابات وتشرف مع الهيئه التنفيذيه على الانتخابات على عمليه الاقتراع وعمليه الفرز وطبعا يطلع له تصريح رسمي من الهيئه التنفيذيه بدخول جميع اللجان وكذلك تابع عمليه الفرز يعني احنا هذا كله نبي نزيد شفافيه الانتخابات وبالعكس ما عندنا مشكله في مشاركه اي جمعيه نفع عام اليوم ترغب ان تراغب معنا اي انتخابات لكن يتم هذا الشيء بعد التنسيق مع الهيئه الاداريه المعنيه في الدوله المعينه سواء داخل الكويت او خارج الكويت. وكان في مشاركه من قبل صح؟ اي نعم يعني السنه اللي طافت في انتخابات الولايات المتحده الامريكيه شاركت لجنه حكوميه كانت متكونه من عدد من اساتذه من جامعه الكويت وعماده شؤون الطلبه في جامعه الكويت كان عددها خمس اشخاص حضاره امريكا وكانت معنا من اجتماع مناديب القوائم الى عمليه التصويت انتهاء بعمليه الفرز والحمد لله يعني بعد الانتخابات اه تقريرها طلع ايجابي اه عن عمليه الانتخابات والشفافيه اللي صارت فيها عمليه الانتخابات وهي باختصار يعني اخوي حمد عمليه الانتخابات عشان اشرح لك بشكل سريع اه من خلينا نقول من تبطل الصناديق ما يفتح الصندوق الا بوجود مناديب جميع القوائم اه تم عمليه التصويت قدامهم بعد ذلك يتم تجميع الصناديق قدامهم وتطلع الصناديق بمرافقه المناديب الى لجنه الفرز والمناديب لا يمكن انهم يفارقون الصندوق يعني يعني احنا نكون متعمدين ان يعني حتى الصندوق يكون يعني ينتقل من 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 قاعه لقاعه بوجود المناديب كله من من باب الشفافيه وزياده طمأنينة لدى القوائم ان اليوم كهيئه تنفيذيه لا تعنيها مثلا القائمة ألف أو القائمة باء بالعكس احنا على مسافة واحدة من الجميع ونتمنى الخير حق طلبتنا سواء داخل الكويت أو خارج الكويت يعني بالنهاية هذه انتخاباتهم وهم اللي يختارون ممثلينهم بكل شفافية يعني من كلامك نعرف أن الهيئة التنفيذية هي تشرف على الانتخابات تشوفها أنا سليم وتحاول ترتيب طريقة الانتخاب وطريقة الفرز والاقتراع بالضبط آه يعني هذا الدور اللي احنا نقوم فيه داعم. ممتاز طيب بما ان انتخابات طلبتنا في امريكا مقبله شو استعداداتكم لهذه الانتخابات؟ احنا اليوم طبعا انتخابات امريكا تم الانتهاء من عمليه الترشيح اليوم عمليه الفرز ينتهون منها هاليومين باذن الله عمليه تسجيل العضويات بعد ذلك يكون دورنا في التدقيق على العضويات وصحه هذه العضويات من عدمها وفي والشيء أكثر. في نقطه احب اذكرها اللي هي اللي دائما يصير عليها يعني على قولتهم اسئله وعلامات استفهام اللي هي شنو هي الاستكمال او لجنه الاستكمال هي باختصار يعني نقدر نسميها بدعه حسنه تم تطبيقها يمكن يعني من 2010 احنا شفنا ان الطلبه خصوصا اللي دارسين في دارسين بالخارج يعني تعنى ويدفع فلوس عشان ينتقل من ولايه لولايه ولا من منطقه لمنطقه ويكتشف لا وصل الانتخابات احنا والله نقولها ما تقدر تصوت لانه والله اليوم مثلا نسيت تحط جوازك، نسيت تدفع فلوس، عملية الدفع عندك غلط، أي سبب فيعني مو معقول إن أنا أتكلف كل التكاليف هذه وآخر شيء على مثلا غلطة بسيطة، رغم إن هذه الغلطة البسيطة تصويت. تنهي عضويتك اليوم ما يحق لك إنك تصوت، يحق لك إنك تشارك المؤتمر مثلا، لكن إحنا خذيناها من باب إن إحنا اليوم نفس ما تقول الطالب يدش لجنة الاستكمال ويدافع عن نفسه ويبين للجنة انه والله انا مثلا هذا الخطا صار بسبة هالشيء او مثلا انا دفعت بس مثلا مو مبين عندك هو بالنهايه سيستم يعني سيستم دفع ومثلا يطلع من البنك ستيتمنت على قولتهم ان انا والله دافع فخلاص مثلا هني تصير في حالات يحق لها تصوت وفي حالات انه يكون مثلا يعني مو مستوفي ولا شرط هذا اللي مثلا ما يصوت احنا ما نشطب احد يعني ما ما نتعمد شطب ناس مثلا ولا نخلي ناس لا بالعكس احنا يعني حتى الطالب اللي تسجيله غلط نوديه هذه اللجنه حفظا لحقه حفظا لحقه وانه يصحون تسجيله ويقوم بالانتخاب يقوم ويصوت يعني ممتاز طيب كلمه اخيره توجهها للمشاهدين يعني احنا في يعني على قولتهم احنا في اخر ايام الهيئه التنفيذيه الحاليه تقريبا باقي اشهر وننتهي آه انا حاب من هالمكان اشكر جميع الوفود اليوم اللي اعطونا الثقه وان شاء الله ان احنا نكون قد هذه الثقه وان احنا نكون مثلنا هذه الوفود خير تمثيل ونسال الله التوفيق لمن سياتي من بعدنا اليوم ويقود هذه المؤسسه العريقه للامانه وتاريخها كبير نفس ما ذكرت لك هي مؤسسه من 1964 وان شاء الله انهم بيكونون قدها دام الطلبه اختاروهم فان شاء الله انهم يكونون قد واهل لهذه الثقه ان شاء الله. مصطفى احمد ملا رئيس الهيئه التنفيذيه لشؤون الفروع او شيء اشاكر لك تواجدك هم والمعلومات التي اثريت فيها والله يوفقكم ان شاء الله آه. في عملكم ويوفق من وراكم وعلى من ان شاء الله نلتقي وياك في حلقات اخرى اذا ان شاء الله يكون في انجازات اكثر شرف إن لي طبعا مشاهدينا وصلنا لختام الحلقه على من نلتقي معكم انا وزملائي في حلقات اخرى ومواضيع مختلفه اراكم على خير